إن شاء الله المحاضرة دي بنستكمل الجزء الخاص بـ Continuous Probability Distributions. الفانكشن اللي بندرسها في المحاضرة دي هي Uniform Distribution. The Uniform Distribution is a Continuous Probability Distribution and is concerned with events that are equally likely to occur. يعني الكلام ده يعني التوزيع المنتظم هو توزيع احتمالي مستمر وبيختص بالأحداث التي من المحتمل أن تحدث بنفس القدر. يعني على سبيل المثال لو احنا هنولد رقم عشوائي وهذا الرقم العشوائي ما بين الرقم 1 و4 فإن في أرقام كتير ممكن إن هي تكون محتملة الظهور في هذه الحالة، زي الرقم مثلا زي الأرقام اللي احنا شايفينها قدامنا 3.25 نمبر 3 نمبر 2.222 نمبر 3.454 نمبر 3.9 وهكذا. كل الأرقام دي من المحتمل ان يتم إنتاجها أو توليدها على حد سواء أو بنفس القدر. بالنسبة للفانكشن فورم، a continuous random variable x is said to have a uniform distribution or rectangular distribution with parameters alpha and beta if its probability density function is given by the function f of x equal 1 over beta minus alpha and x more than or equal alpha and less than or equal beta and this function equals 0 otherwise. طبعا هذا النوع من الدوال بيطلق عليه التوزيع المستطيل. ليه؟ لأن الرسمة بتاعة الفانكشن دي بتكون على هيئة مستطيل. طبعا الإثبات بتاع هذه الفانكشن الخاص بكونها دالة احتمالية يعني probability function هو ان انا هقدر اكامل هذه الدالة من الفا تو بيتا لحد ما يطلع ان الناتج بتاعها equal 1. زي ما احنا شايفين كملنا هذه الفانكشن from الفا تو بيتا وطلعنا المقدار اللي هو 1 over بيتا minus الفا لانه خالي من variable x طلعناه بره علامة التكامل واتبقالي بعد علامة التكامل الواحد اللي لما كملنا أصبح قيمته x. عوضت بقى بحدود التكامل عن x مرة بالبيتا ومرة بالألفا وجبت الفرق ما بينهم فإداني زي ما احنا شايفين إنه equal بيتا minus ألفا على بيتا minus ألفا اللي هو هيكون في النهاية equal 1. عشان نحصل على الـ expected value والـ variance هبتدي اجيب الـ expected value for x power r عبارة عن التكامل from alpha to beta x power r times 1 over beta minus alpha بالنسبة لـ x او dx. طبعا هنا اللي هو توقع الـ x أس r وعبارة عن تكامل الـ x أس r في الـ f of x dx وده هنطلع طبعا الواحد على بيتا ماينس الفا بره علامة التكامل وهيتبقى لنا بعد علامة التكامل الـ x باور r. هبتدي ان انا اكامل المقدار ده ازود الأس واحد واقسم على الأس الجديد هيبقى عبارة عن x باور r plus 1 over r plus 1 وعندي حدود التكامل من الفا لبيتا اعوض بحدود التكامل اشيل الاكس واحطها مره بالبيتا واحطها مره بالالفا واجيب الفرق ما بينهم هيطلع عندي المقدار اللي هو 1 على بيتا ماينس الفا مضروبه في افتح قوس بيتا أس R زائد 1 على R زائد 1 ناقص ألفا أس R زائد 1 على R زائد 1. هذا المقدار الأسس فيها R
يبقى لو انا عاوزة اتوقع الاكس اشيل الار اخليها بواحد، لو انا عاوزة اتوقع الاكس سكوير اشيل الار دي واخليها باتنين وهكذا. فاذا هنا لما اقول له بقى في الخطوة الاخيرة اللي موجودة قدامنا ان انا عاوزة احصل على الاكسبكتد فاليو فور اكس، هقول له اشيل بقى طبعا كل ار في المقدار السابق واحط مكانها واحد، فهيبقى الاكسبكتد فاليو فور اكس ايكوال 1 اوفر بيتا ماينس الفا تايمز بيتا سكوير اوفر 2 ماينس الفا سكوير اوفر 2. وده هي لما اصفيه مع بعضه او اطرح بقى هيديني في الاخر بيتا بلس الفا اوفر 2 او يعني نص في بيتا بلس الفا. بعد كده لو انا عاوزه اجيب الاكسبكتد فاليو فور اكس سكوير هشيل برضو كل ار واحط مكانها 2، هينتج عندي ان الاكسبكتد فاليو فور اكس سكوير ايكوال 1 اوفر بيتا ماينس الفا مضروبه في بيتا تكعيب على 3 ناقص الفا تكعيب على 3. طبعا ابتدي ان انا اصفي هذا المقدار هينتج في الاخر ان التوقع بتاع الاكس سكوير ايكوال بيتا سكوير بلس بيتا الفا بلس الفا سكوير اوفر 3. بعد كده عشان نجيب الفاريانس ببتدي اعوض بالقيم اللي حصلنا عليها في الشرائح السابقة اللي هي قيمة توقع الاكس وقيمة توقع الاكس سكوير. وعندنا ان الفاريانس بيساوي توقع الاكس سكوير ناقص توقع الاكس كل سكوير، هبتدي اعوض بالقيم دي واوحد المقامات ويبقى المقام عبارة عن رقم 12 وابتدي اصفي البسط لحد ما نوصل للصورة اللي هي بيتا تربيع ناقص 2 الفا بيتا زائد الفا تربيع على 12 اللي هي عبارة عن بيتا ماينس الفا هول سكوير اوفر 12. عندنا الديستريبيوشن فانكشن خاصة بهذه الدالة هي عبارة عن الاف كابيتال، وهنا الاف كابيتال اكس ايكوال اكس ماينس الفا اوفر بيتا ماينس الفا، والاكس مور ذان اور ايكوال الفا وليس ذان اور ايكوال بيتا. Example 1 بيقول لي the waiting time at a bus stop is uniformly distributed between 1 and 12 minutes. يعني بيتم توزيع وقت الانتظار في محطة للباصات بشكل موحد بين 1 و 12 دقيقة. طالب عدة مطاليب، بيقول لي what is the probability density function، وعاوز what is the probability that the rider waits 8 minutes or less، what is the expected waiting time، what is the standard deviation of waiting time. هنفرض ان الاكس ده هو الويتنج تايم او اللي هو وقت الانتظار، وعندي هنا الالفا ايكوال 1 والبيتا ايكوال 12. المطلوب الاول هو طالب شكل التوزيع او ال function 4، هنقول له the probability density function of x is f of x equal 1 over 12 minus 1، والاكس عندي more than or equal 1 and less than or equal 12 طبعا هتبقى equal 1 over 11 والاكس ما بين الواحد وال 12. number b وطالب the probability that the rider waits 8 minutes or less اللي هو هيكون probability of x less than or equal 8، وعندي هنا الحدود بتاعة التكامل هتكون from 1 to 8 f of x dx، وال f of x انا جبتها قبل كده ب 1 over 11 يبقى 1 over 11 تكامل from 1 to 8 dx. طبعا تكامل الواحد بx هيبقى الx دي نعوض عنها مرة بالحد الاعلى اللي هو 8 ناقص نعوض عنها بالحد الادنى يبقى 8 ناقص 1 over 11 يبقى 7 over 11 اللي هي 0.64. والمطلوب اللي بعد كده اللي هو the expected wait time اللي هو the expected value for x
احنا جبناه قبل كده واثبتناه، اللي هو ايكوال الفا زائد بيتا اوفر 2 اللي هو 1 بلس 12 اوفر 2 اللي هو هيطلع 6.5، والفاريانس اللي هو بيتا ماينس الفا اون باور 2 اوفر 12 اللي هو 12 ماينس 1 اول باور 2 اوفر 12 اللي هو هيطلع ايكوال 10.08. Example 2 بيقول assume the weight of a randomly chosen passenger car is a uniformly distributed random variable ranging from 2500 pounds to 4500 pounds. يعني افترض ان وزن سيارة ركاب يتم اختيارها عشوائيا، هو متغير عشوائي بيتوزع بشكل موحد يتراوح بين 2500 جنيه الى 4500 جنيه. طالب بعض المطالب، اول مطلوب بيقول what is the mean and standard deviation of weight of a randomly chosen vehicle، يعني ما هو المتوسط والانحراف المعياري لوزن السيارة التي يتم اختيارها عشوائيا. نمبر بي بيقول what is the probability that a vehicle will weight less than 3000 pounds، يعني ما هو احتمال ان السيارة تزن اقل من 3000 رطل. نمبر سي بيقول more than 3900 pounds، ونمبر دي بيقول between 3000 and 3800 pounds. هنا علشان نجيب ال F small x وال F capital X هنعوض عن الألفا ب 2500 والبيتا ب 4500، فهتبقى الاف سمول اكس ايكوال 1 اوفر 2000 والاف كابيتال اكس هتبقى ايكوال اكس ماينس 2500 اوفر 2000. اول مطلوب هنا هو عاوز الاكسبكتد فاليو اوف اكس، واحنا اخدنا ان الاكسبكتد فاليو اوف اكس ايكوال الفا بلس بيتا اوفر 2، فهتبقى 2500 بلس 4500 اوفر 2 هتبقى ايكوال 3500. الستاندرد ديفيجن هو عبارة عن السكوير روت الخاص بالفاريانس، هيبقى ايكوال السكوير روت للبيتا ماينس الفا اول سكوير اوفر 12 هتبقى ايكوال 577.35. المطلوب اللي بعد كده عاوز the probability that a vehicle will weight less than 3000 pounds اللي هو probability of x less than 3000 اللي هو هيبقى هنجيبه ب ال F capital، هتبقى اللي هي المقصود بيها الاف الخاصة بال 3000 هتبقى equal 3000 minus 2500 over 2000 تبقى equal 0.25. مطلوب نمبر سي اللي هو عاوز the probability of x more than 3900 اللي هو هنجيبه بالحدث المكمل اللي هو الكومبلمنت، فهتكون equal 1 minus probability of x less than or equal 3900 اللي هي 1 minus ال F capital الخاصة ب 3900 هتبقى في النهاية عبارة عن 1 minus 0.7 اللي هي equal 0.3. آخر مطلوب عاوز probability of x more than 3000 and less than 3800 طبعا ده هو عبارة عن احنا اخدنا الخاصية دي قبل كده، هي عبارة عن equal ال F capital ل 3800 minus ال F capital ل 3000 هتبقى بعد التعويض هتبقى equal 0.4. اللي يحب يقرأ أكتر في اليونيفورم ديستريبيوشن يستعين بهذه الروابط.